السلام عليكم ومرحبا بكم معنا على قناة شيوات مريم. وصفتنا اليوم عبارة عن تحلية باردة ومنعشة سهلة ولذيذة بزاف، والأهم أنها متكونة بأربع مقادير فقط. بقوا معنا باش نشوفوا المراحل والمقادير. غنحتاجوا واحد العلبة ديال الأناناس بالسيرو ديالو، معلقة كبيرة ديال السكر، ومعلقة كبيرة ديال النشا، كاس أو 250 مليلتر ديال القشدة السائلة، يمكن لكم تعويضها بالحليب. غنفرقوا الاناناس من السيرو، وغادي نوضعوا السيرو في كاسرونه. غنضيفوا القشده السائله او الحليب حسب الاختيار. غنضيفوا السكر والنشا، وغادي نخلطوا مزيان باش نحصلوا على خليط منسجم ولين. غادي نوضعوا الكاسرونه على نار هائل، وغادي نحركوا باستمرار باش ما يتلصقش في التحت. غنبقاو نحركوها هكذا لمدة 2 أو 3 دقائق. مني الخليط يولي هكذا غادي نطفيو عليه ونخليوه يبرد تماما في جنب. ودابا غادي ندوزو لمرحلة المونتاج. غنوضعو شريحة ديال الأناناس في القاع ديال الكاس. إلا عندكم كاس صغير قطعوهم على شرائح صغار. غنوضعو من الفوق كمية من الكريمة، خصها تكون باردة تماما. غنتابعو ونوضعو شريحة ثانية من الأناناس، وغادي نتابعو هكذا شريحة أناناس كريمة شريحة أناناس كريمة حتى الفوق ديال الكاس. ومن الفوق غادي نكمل التزيين بشوية المرسويات ديال الأناناس مقطع صغير. التزيين يبقى على راحتكم وحسب الإمكانية ديالكم. من بعد خليوهم في الثلاجة يبردوا لمدة ساعتين على الأقل قبل ما تقدموهم. أتمنى إن شاء الله أنكم جربوها، لأن كما شفتوا معايا الوصفة تأخذ غير من 2 دقائق في التحضير، تجي بنينة بزاف. والله جربوها وما غاديش تندموا عليها. أتمنى لكم شهية طيبة. ما تنسوش دعمنا بالاشتراك على القناة. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم.